العشرين، وهيدا بيقتضي انه ضروري يكون في عنا حكومة حتى تواجه هالقضايا، وما بقى في اي مبرر ما يكون في عنا حكومة، ما يكون في اي مبرر انه ما يكون في تفاهم بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المكلف لان معنيين مباشرة بتأليف الحكومة. مين منا بيجهل شو فيه؟ بقى الحكومة بدها فوق كل اعتبار هذا الوجع اللي عايشينه كل اللبنانيين. ثم نحن كمان منقول لبنان بلد الحوار، بدنا نتحاور، ما بدنا نهين بعضنا، بدنا نتحاور، نختلف بالرأي، نختلف بالنظرة، نختلف بالتطلع، نختلف بالبرنامج، نختلف بالحل. أما نوصل إلى واحد يهين الشخص الآخر، هيدي مش مقبولة، هيدي مش مقبولة ولا شكل من الأشكال ولا ثقافتنا اللبنانية. مش هناك نحن مجروحين إذا بده يكون هيدي اللغة اللي بده يصير فيها هذا التخاطب. ما أنا استهجنت بالحقيقة كل هيدا الموضوع. وبكل هالقضايا نحن اليوم واقفين 24 مش 24، كيف حصص، مين بعينهم مسيحيين، مين بعينهم، هو كلهم بيبوخوا قدام الواقع اللي احنا فيه هلأ عم نعيشه في لبنان. من قديم وجي قديم وجي يعني من فترة أنا دايما عم فكر وبقول وعلى صوت عالي، وهلأ عم بقولها معكم، وهلأ اجتني هلأ فورا، انه طيب يا جماعه اذا رجعنا نحن لورا يوم اللي كنا طالعين من ثوره 58 والرئيس شهاب عمل حكومه من اربع اشخاص اقطاب وعملوا دوله وعملوا مؤسسات، ويختلف اثنين انه كانت اهم دوله عرفها لبنان دوله فؤاد شهاب، يبقى اربعه. طيب نحن بدنا نضم راكدين ونختلف على العدد والتسميات؟ لا، ما بتعملوا حكومة ضابط ما عملوا، لا، شو اللي بيمنع؟ نحن بدنا حكومة إنقاذية، حكومة تشيل لبنان من الجحيم اللي هو فيه، تقيم الشعب، لأن ما ننسى أنه بس يقول لبنان يعني شعب 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 وأرض كمان وكيان، بس نقول دولة ما نقول شعب، ما نقول أشخاص، لا، ما بيكون مخرج. وبتسأل وين الإرادات الطيبة بلبنان؟ المسؤولين السياسيين إرادات الطيبة بدي سميها، وين دوركم؟ شو العمل السياسي؟ هو فن خدمة الخير العام، وين مخبيين؟ تفضلوا هلأ وقتها شرفوا البلد، بده إنقاذ البلد، ما بده قويس، قويس يعني معنوي، والإعلام بده يساعدنا فيها هيدي، بيساعدنا انه ما نقوص كتير ونساعد نعمل سلام بين الناس. كنا جايين وقلبنا كبير انه هيك نمشي لقدام، ولا بنقرا مع الاسف اللي عم بيطلعوا بالسوشيال ميديا وكانه عم نرجع لورا. هذا شيء ما انه مقبول، هذا الجرح اللي هو بالقلب. فشلت سابقا بجمع رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف سعد الحريري، ما قدرت تجمعهم. أنا؟ يعني حاول، كان عندك محاولات. أنا تمنيت وبتمنى كل يوم. ما قدرت تجمعهم، اليوم في عقد تسمية الوزيرين المسيحيين، بالنسبة للرئيس هيدا حقه للرئيس عون، وبالنسبة للرئيس حريري بيعتبر هذا أمر طائفي ومذهبي وما إلى ذلك. طيب شو حلتها؟ بتقبل حضرتك تسمي الوزيرين المسيحيين؟ أكيد أكيد، لا ومش شغلتي. ما أنا مش شغلي لا عاي لا سمي وزراء ولا شغلتي حدد وزارة ولا شيء. نحن دائما موقفنا بنطلب حكومة، وبدنا حكومة إنقاذ، وبدنا حكومة يكون فيها أشخاص غير حزبيين. هلا ما صار في مجال أطرحها معه، بس أشتني هلا أنا عم بحكي معه، أنا حكي معه قبل بفترات. سيدنا ماذا سمعت من فخامة الرئيس؟ سيدنا دفع
تصور يعني انه البلد عم بيموت والشعب عم بيموت، نحن عم نحكي عن وزيرين؟ مش هيك عم بقول سيدنا، ماذا سمعتم من فخامة الرئيس؟ مش هيك عم بقول سيدنا، ماذا سمعتم اليوم من فخامة الرئيس حول الموضوع الحكومي؟ وماذا تعنون بحكومة الأقطاب؟ يعني حكومة سياسيين غير حزبيين؟ شو علي ما حبدنا ناس أقل عدد ممكن ويقرر، ولما تكون أقطاب معناتها هن بيقرروا، ما بيضطروا يرجعوا لمين هاللي كلفون. هيدا اللي عم بقوله أنا. هيك عملوا مع الرئيس الشهيد، جيبوهم أقطاب. ما صار لي أحكي معه هلأ، أنا أقول هلأ أنا أجيتني هالفكرة هلأ، بس أنا طرحتها قبلاً على فخيمته قبلاً بحكومات سابقة. أتمنى أنا من كل قلبي إنه يعملوا حكومة أقطاب حتى نطلع من نحن الحالة في نحن فيها. بتمنى ويا ريت هيدا بيعملوا فيها. شو بعد بيقل من الحكومة؟ قلوا ليش بقى فيه مش سنة؟ ملو ما بدنا نخلص البلد؟ العالم كله عم بيترجانا، معنا رغيف، معنا دواء، معنا محروقات، ما بقى عنا شيء. شو ناطرين؟ أي أهم؟ الشكليات أما الجوهر؟ روحوا على الجوهر، تركوا الشكليات، احترموا بعضكم كمان. الإهانات ما بتعمل شيء، الإهانات بتعكر الأمور، والإهانات ما بتسوى. الإهانات مش ثقافة، الإهانات مش حضارة. شو بيقولوا عنا الناس اللي بيقرما اليوم الإعلام مقرى وين مكان ومشاهد وين مكان؟ شو رح يقولوا عنا لما نحن نقول نحن بلد الحوار، بلد الديمقراطية؟ كيف هيدا؟